السلام عليكم. اليوم رح نعرض الدرس الثاني من مادة الحاسوب الصف التاسع، التعامل مع الجداول الإلكترونية. بلشنا وتعرفنا على كيفية تشغيل برنامج إكسل. اليوم رح نبلش نتعرف على كيفية التعامل مع البيانات، سواء إدخال للبيانات أو تعديل تحرير لهاي البيانات. إدخال البيانات، بداية أنا أول ما أشغل برنامج الجداول الإلكترونية فإنه بعمل تلقائياً على إنشاء مصنف فارغ زي ما بظهر عندي بالشكل هون. هاي بشريط العنوان بظهر عندي المصنف اللي هو بوك 1. بظهر عندي كمان إنه بكون هذا المصنف فارغ، وبتكون عندي الخلية A1. الخلية A1 هي الخلية النشطة. إدخال البيانات، ممكن أنا أدخل بيانات، سواء هاي كانت البيانات حروف، أرقام، معادلات، بيتم إدخالها مباشرة للخلية النشطة. بالسابق إحنا حكينا إنه الحيز العمل في الجداول الإلكترونية هو عبارة عن إيش؟ صفوف وأعمدة بتتقاطع بتشكل لي خلايا. فهون هاي كل واحدة منهم اسمها خلية. بنشط أي خلية بإني بنقر عليها، بس أنقر على هاي الخلية بتكون نشطة، فببلش أدخل بيانات بهاي الخلية. فأنا لو بدي أعمل جدول في أسماء طلاب وكل طالب بأي صف وبأي شعبة، فرح أبلش أدخل بالخلية الأولى الاسم. هون لو دخلت الاسم وضغطت على مفتاح انتر من لوحة المفاتيح، رح ينتقل للخلية الموجودة أسفل الخلية اللي تم الإدخال البيانات لها. طيب بدي أدخل بالخلية B1 الصف. لو أنا دخلت بشكل خاطئ بيانات، كيف بدي أعدل هاي البيانات اللي دخلتها؟ أول شيء بفعلها، بنشط الخلية اللي بدي أعدل البيانات فيها. بعدين بدي أنتقل لشريط الصيغة. حكينا إحنا بشريط الصيغة بظهر عندي محتوى الخلية النشطة، هاي هون موجود عندي بشريط الصيغة. بحذف البيانات اللي ما بدي إياها، أو بحذف البيانات كاملة وبعدلها. فهون أنا ما بدي الإضافة اللي تمت، بس أضغط على إنتر بيتم تعديل البيانات. هيك بنكون تعرفنا على كيفية تحرير البيانات. ثاني اشي رح نتعرف عليه اللي هو المدى. شو هو المدى؟ هو مجموعة من الخلايا المتتالية، يعني مجموعة خلايا تيجي وراء بعضها بشكل افقي او عمودي او افقي وعمودي. الخلايا المتتالية اللي بتيجي بصف واحد هذا بسميه مدى افقي. مدى افقي تعريفه او هو ايش؟ بتمتد به الخلايا في صف واحد، بصف واحد. فمثلا عندي هذا المدى الافقي بيمتد من A1 ل D1، هذا بسميه مدى افقي. المدى العمودي هو مجموعة من الخلايا اللي بتمتد بعمود واحد، فمثلا من A1 ل A5 هذا مدى عمودي. المدى العام بيكون صفوف وأعمدة موجودة الخلايا بأكثر من صف وأكثر من عمود. فمثلا هاي هيك عندي بهذا الشكل، هاي من A1 ل D5 بسميهم مدى عام. إذا أنواع المدى إما أفقي بصف واحد أو عمودي بعمود واحد أو مدى عام بأكثر من صف وأكثر من عمود. ثالث إشي بدنا نتعرف عليه يا تاسع اللي هو التعامل مع الجداول. كيفية التعامل مع الجداول، رح نتعرف على كيفية إدراج صف، إدراج عمود، حذف صف أو حذف عمود. طيب لإدراج صف، أول شيء أول خطوة بدي أعملها لحتى أدرج صف، بدي أنقر على رقم الصف المطلوب إدراج صف فوقه. يعني أنا بدي أدرج صف فوق الصف رقم 3، فبنقر على الرقم 3. بعدين بنتقل لتبويب الصفحة الرئيسية مجموعة خلايا. بختار الأمر إدراج، إدراج صفوف. هاي بلاحظ إنه تم إدراج صف. لو أجيت مثلاً بدي أدرج فوق الصف واحد، من تبويب الصفحة الرئيسية مجموعة خلايا إدراج صفوف. هاي لاحظت هون بين معي بشكل أوضح كيفية إدراج الصف. طيب لإدراج عمود بنقر على حرف العمود اللي بدي أدرج عمود قبله، نفس الخطوات، من الصفحة الرئيسية مجموعة خلايا إدراج، إدراج أعمدة. فهون بلاحظ إنه تم إدراج عمود.
طيب لحذف صف او عمود، الصفوف والاعمده اللي انا الصف والعمود اللي ضفتهم بدي احذفهم. لحذف صف او عمود اول اشي بحدده، بحدد الصف بالنقر على رقم هذا الصف، من تبويب الصفحه الرئيسيه لاداه حذف بختار امر حذف صفوف، فبنحذف عندي الصف. لو بدي احذف العمود من حرف العمود بنقر عليه فبحدد لي العمود كامل، من تبويب الصفحه الرئيسيه حذف أعمدة الورقة، حذف أعمدة الورقة فبحذف لي العمود اللي تم تحديده. طيب تعديل عرض الأعمدة وارتفاع الصفوف. احنا بنعرف انه ممكن انا هون بدي ادخل الاسم الرباعي، فما راح يكفي معي اني ادخل الاسم الرباعي بهذا العرض من العمود. لو بدي ادخل مثلا محمد علي احمد ما كفى معي عرض العمود، فمن بنتقل لحافة العمود لحتى يتغير عندي شكل المؤشر على شكل سهمين متقابلين، وبسحب للعرض اللي بدي اياه العرض المناسب وبفلف، فبتغير عندي عرض العمود. ارتفاع الصف نفس الخطوات، بنتقل لحافة الصف اللي بدي اغير منها يا اما من الاسفل او من الاعلى، وبالسحب بسحب لحد العرض المناسب وبفلت. فبيتم تغيير عرض العمود وارتفاع الصف بهذه الطريقة. هيك بكون انتهى عنا الدرس، وان شاء الله انه بكون عندكم واضح.